ومن معبر قسطل الحدودي الذي يتواصل العمل فيه لتسهيل عبور العائدين من السودان من المصريين ورعايا الدول الصديقة والشقيقة. ينضم إلينا من المعبر مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. يعني انقل لنا آخر المستجدات لديك رامي. تحياتي لكم ولكل متابعينا من أمام معبر قسطل البري الحدودي الذي يربط بين مصر والسودان، أحد معبري ومنفذي مصر لنقل المواطنين من الأراضي السودانية، هو ومعبر أرقين البري. نتحدث عن أعداد تجاوزت أكثر من 6000 مصري تم إجلائهم خلال الأيام السابقة وحتى اليوم، سواء بالإجلاء الجوي أو من خلال الإجلاء البري. ونتحدث عن تجاوز لأعداد غير المصريين أكثر من 16000 وافد من الأراضي السودانية، نتحدث عن أكثر من 14000 سوداني و2000 من جنسيات أخرى، أكثر من 50 جنسية مرت عبر الإجلاء المصري، نتحدث الإجلاء البري أو عن طريق الإجلاء الجوي. هذه تؤكد على تكاتف الجهود المصرية سواء عبر المنافذ البرية أو بالإجلاء الجوي أو الإجلاء البري، بعد قيام وزارة الخارجية بإعادة تمركز السفارة المصرية بالخرطوم، وأيضا التواصل المستمر مع عدد من المواقع وأيضا مواقع التجمع لكل من يرغب في مغادرة السودان، سواء بالتواصل مع القنصلية المصرية في بوت سودان أو أيضا التواصل عبر بعض المواقع وأماكن التجمع، معبر أرقين البري ومعبر قسطل الذي يتواجد به الآن. هذه المواقع التي قامت بتحديدها وزارة الخارجية المصرية لمن يرغب في مغادرة السودان، عن طريق أيضا تخصيص عدد من الأرقام الساخنة والإغاثية لكل المواطنين سواء من المصريين أو غيرهم من السودانيين. أما عن التجهيزات الخاصة بمعبر قسطل الذي يتواجد أمامه الآن وبصدده، هناك عدد من التجهيزات الخاصة بالأطقم الإدارية، وهذه التي تقوم على التوثيق والتأكد والتحقق من أوراق التأشيرات وأوراق الوثائق مع من يقدم إلى هذا المعبر. أما أيضا لو تحدثنا عن الهلال الأحمر الذي يقوم بدور كبير في معبري سواء أرقين أو معبر قسطل الذي يتواجد أمامه الآن، من خلال وجود المراكز الإغاثية الثابتة أو الفرق الطبية المتحركة التي تقدم المساعدات الطبية الكبيرة، وأيضا الحقائب الإسعاف الأولية، وأيضا الوجبات الجافة، وأيضا العصائر والمياه، وأيضا عدد من الخدمات اللوجستية والدعم النفسي لكل من يقدم إلى هذه المعابر، والتواصل الأسري مع الأسر سواء في مصر أو خارج مصر. هذه من ضمن التجهيزات التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال هذه المنافذ والمعابر. أما وزارة النقل وهيئة الموانئ البرية والجفة التي تقوم أيضا بالتنسيق الكبير مع عدد من الأجهزة والمؤسسات والوزارات لتوفير الشاحنات والحافلات لنقل المواطنين إلى محافظة أسوان، وأيضا التنسيق الكبير مع هيئة السكك الحديدية لتنظيم حركة القطارات سواء القادمة أو الذاهبة من محافظة أسوان. هذا هو مشهد التنسيق والتجهيزات الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية. أما بالحديث عن المشهد وكي تكتمل الصورة، نتحدث عن المعبر الذي أقف بصدده الآن، معبر قسطل، والذي تبلغ المساحة فيه أكثر من 180 ألف متر، مقسمة بين ساحات وأيضا مواقع إدارية وأماكن انتظار للوافدين. ولو تحدثنا أيضا عن افتتاحه في عام 2015 بكلفة بلغت أكثر من 85 مليون جنيه، لتكون الدولة المصرية عبر الكثير من البوابات سواء الإجلاء البحري أو حتى الإجلاء الجوي أو من خلال الإجلاء البري من منفذي معبر أرقين أو أيضا المنفذ الذي بصدده الآن، منفذ قسطل، جاهزة بكل هذه الاستعدادات وعبر هذه البوابات، بوابات الأمل لاستقبال جميع الوافدين سواء من المصريين والسودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى. وبالحديث عن الجنسيات الأخرى، على مدار اليوم مر 4 دول منهم وافدين ومنهم هيئات دبلوماسية خاصة وبعثات دبلوماسية خاصة بهذه الدول. نتحدث عن جنوب إفريقيا، نتحدث عن إنجلترا، نتحدث أيضا عن البعثة الدبلوماسية الخاصة بدولة الفلبين، وأيضا نتحدث عن دولة إندونيسيا، وكان هناك ممثل لهذه الدولة يستقبل الوافدين والبعثة الخاصة بدولهم. هذا هو المشهد هنا من معبر ومنفذ قسطل البري، استمرار لعملية الإجلاء حتى اليوم. عودة إليكم مرة أخرى.